السلام عليكم، بونجور بونسوار عزيزي الفلاوون. دونك ولينا معكم مرة أخرى بعد مدة هذا من الغياب. دونك المهم شفنا واش صرا في الحراك، دونك الحراك تاع فرنسا، الحراك تاع المدن في الجيري. من المفروض حنايا عندنا نظرية معينة على الحراك، مي كي ولا يوم احتفال، كي ولا يوم احتفال من المفروض ما يكونش هذا تعقيب على الاحتفال هذا. كيتو الناس خرجت احتفلت بسنتين، نشوفوا مثلا الناس اللي يرفضوا اللافتات يقول لك حنايا خرجنا ما بغيناش نحتفلوا، بغينا يرحلوا كاع. مازالهم في الشعارات هذو، مثل كريم طابو، مثل الالماس، مثل بوشاشي، نفس الوجوه. قالوا لكم باللي حنايا ما بغيناش التحاور، بغينا يروح هذا النظام ايتو. دونك انا قلت لكم اول مره باللي الواحد يقيم فقط اسكو نجح الحراك من حيث العدد ولا من حيث المبدأ. اسكو هذوك الناس اللي بغاو يخرج الناس اسكو نجحت النظرية تاعهم، مثلا يعطيو اوامر يقول لك كيفاه اللافتة اللي ترفض، واش من اللافتة اللي ترفض. مثلا يقول لك متى خرج بالعلم الوطني، ما تخرج بالعلم اخرى. مثلا يقول لك هناك اشياء كثيرة أعطيت أوامر، بزاف الناس تبعوهم، بزاف الناس تبعوهم. دونك اليوم السلطة في 22 فيفري نورمال ما على بالها باللي الشعب الجزائري يخرج، لأن الحراك مدستر، يقولوا باللي حراك مبارك. أنا نشوف باللي هناك مناطق وين الشرطة راهي تلعب دور ضد الحكومة، ضد الدولة. في مراكز شرطة معينة راهي تحبس مسار الدولة. كيف أنت تقول باللي الحراك هذا مبارك، حراك مدستر، لو 22 فيفري نورمالمون الناس قاعد تخرج. دونك هذوك الشرطة مثلا كي يجبدوا هذوك الناس، ما على باليش اسكو هذوك لي فيديو قدم ولا صارت في 22 فيفري 2021. الى حقيقة صارت في 2021، هذه تناقض. على هذا مازال نغذيو الكراهية. نورمالمون نكونوا اذكياء. سي فري خرجت الشرطه في كل انحاء الوطن، مثلا في تيزي وزو. مثلا انا كي شفت كيفاه الشرطه كانت تمشي مع الناس، هذه مثلا لا فيديو الناس ما يحبوهاش بزاف. اوكي، الناس ماشيين بكل احترام في تيزي وزو، لا بوليس من الجهه هذه، لا بوليس من الجهه هذه، عندهم لا بوليس من القدام هي اللي راهي تمشي، ما كاش أسلحة، ما كاش دبزة، هذاك القزول. هذه لا فيديو نورمالمون عبرة للأناس، في لأن تيزي وزو هي ما نقولش لسوء الحظ ولا معروفة بالتصادم بين الشعب والسلطات. دونك لا فيديو هذيك وحقيقة هي لا فيديو اون ديريكت، الشرطة كانت تمشي من القدام، شرطة من اليسار، شرطة من اليمين، يمشيو مع الناس. هما اخويا ما راك تقول بوفوار اساسا ولا اي حاجة اللي تقولها، عندك الحق تمشي في الطريق. ميم سي كان لي طرولي هذيك والناس كانت تولي بالطوموبيلات، دونك التنظيم ما كانش تنظيم، لان هناك لي زومبيلونس، هناك الناس اللي مرضت
مازالنا رانا في الكورونا والناس حتى واحد ما عنده الكمامه، هذاك شيء واحد اخر. لان كي تقول الناس اللي راهم يقول لك بلاد القبائل الشهامه والرجال تو، هو في الدار وفي الكوزينه ما يلبسش الكمامه لان ما يخرجش من الدار. لازم تفهم باللي هناك عواقب، مازال كورونا موجوده، ممسي ما كاش كورونا موجوده، بصح هناك احتياطات لازم تقام. دونك اليوم هو يعطيك من الاوامر من انجلترا ولا من سويسرا باش تخرج، عندهم من العرق. اوكي علاه؟ لان راهم يتحمسوا لازم يخرج الشعب، لازم يخرج الشعب، لان لو كان ما خرج الشعب بيموتوا. دونك انتوما الواحد يكون كعالم هكذا ان خرج الشعب مثلا ولا ما خرج، هذا يعني امور تخص بالشعب. لو 22 فيفري هذا مكتوب مرسوخ في الدستور، خرج اخويا حفل بكل انتظام. كما قلنا تيزي وزو معروفه بالتكسيرات، وخرجوا بكل احترام. من بعد تقول بوفوار اساسا ولا تبون جابوه العسكريتو، المهم راك بكل احترام لماجازان هذوك محلولين، ما كسرتش الحمد لله، ما خرجتش يعني اشياء. هذه هي لامارش الحقيقيه. ولكن نوليو الى مناطق اخرى، نشوفوا باللي الشرطه ما خدتش لا ديسيزيون يعني وطنيه، راهي تجبد في الناس ترميها في الفورغويتو، ما تديهمش 5 دقائق تدوكهم. دونك لازم نشوفوا باللي لازم يكون الكلمه والامر احادي. يوم 22 فيفري ما تمس حتى واحد، خليه يحضر الواحد، المهم ما تتعداش على املاك الدوله ولا املاك الغير، لان هذوك الناس كاين اللي استفادوا. كي يجيو الناس 30,000 واحد الخراط عيطو لي كوميرسون يخدموا، ولكن انت باش تجي تكسر هذيك حاجه واحده اخرى. اوكي، وهناك لي مارش وين الانسان ما يقدرش يخدم. اوكي، دونك كاين وين لا مارش تقدر تعاون هذيك لي كوميرسون اللي كاين تما لي زوتيل ايتو، ميم سي الناس تعاونوا جابوا الماكله ايتو، اللي سكن واحد سكن واحد ايتو في المال اللي جا من مناطق اخرى معليش، ولكن في انتظام واحترام والقوانين. كاين قانون لازم تحترم القانون في بعض في معظم الولايات نورمال، ولكن السلوغون دائما واحد يجيك يخرب العرس. يشوف مثلا لي جورناليست جاو يحكموا واحد، يجي موراه يديروا لي سلوغون هذا تاع سي دي جون. اليوم بعد سنتين سي دي جون اونتريني، يشوفوا الكاميرا جات عند واحد يجيو موراه، مدنيه ماشي عسكريه، تبون جابوه العسكري تو، لي سلوغون هذاك لازم يبقاو نفسهم باش يسمعوا الناس. دونك تغيرت شويه قلت لكم بعض لي سلوغون، لان اليوم بغاو يجبدوا هذوك الناس اللي راهم كانوا مع القايد صالح. يشوفوا باللي الجماعه تاع القايد صالح راهي في السجن، هكذا يخمو هما. يقول انا فوطيت ندمت كي فوطيت، هو لا هو المسار هذاك هو اللي جابهم في الحبس، اللي خدم اي حاجه خلص. دونك هما يشوفوهم باللي هنا مؤيدين لقايد صالح، هما واش داروا؟ رموا قايد صالح على راسه، هذا ما كان استعملوه كواجهه، ام يديروا النش زيرو قبايلي الدرابو هذا. اليوم خرج الدرابو حتى واحد ما هضر معاهم، كي ما تهدرش معاهم وكونطريا حتى واحد ما يجيبو، خليه من بعد واش دار لك. اذا جاب ضربو هو عنده العقليه تاعو هكذا، بصح كي تنحيه غدوا يكون واحد مثل بومالا يرفد الضربو امازيا، هو ما على بالوش كاع بربو. على لان تمس دو بليس اون بلو، راك تزيد الناس يغضهم الحال، تديه للسجن وليد عمو يخرج، تديه على الدرابو واحد اخر يجيب الدرابو. علاه؟
لأنه إنسان ضعيف. أخويا بغيت تخرج احترام، أمشي حتى واحد ما يهضر معك، ما تكسر موالك، كيما كسروش كيما يتوه، الهضرة هضر على دونك. الناس مثلا يقول لك شفتوا شحال خرجتوا، هي هذا لا جورني هذه نو سولمو هي مدسترة ومباركة كما تقولوا، ولكن هي نتيجة الكونفينمون. هذا الناس راهي داخل الدار خلاص ما تعقدش، دونك المومو هذا كي تخرج دونك اسبوع اسبوعين ثلاثه يخرجوا نورمال هذوك، لان الضغط هذا كنت تدرو الحجر الصحي هذا نورمالمون قبل لو 22 فيفري يطلق الغاشي يخرج اخويا، لي ترونسبور تولي يخدموا، الغاشي تولي تخدم، السواق يحلو. علاه اليوم غلقت كلش؟ وين يروح؟ يروحوا للحراك، هما يروحوا. راك تخمم مثلا بين منهاج باللي الكمامه زيد الناس تعطي لها مليونيتو، هو الانسان طالق روحه طالق. المهم انت الشرطي باش يشوف باللي حمي الشرطه تاعك، حميها اخويا، البس الكمامه. الشرطي البس الكمامه، الناس اللي عندها العقل البس الكمامه باش يشوفك. علاه انا نزيد نرمي الا بغى هو يقتل روحه؟ اقتل روحك اخويا، على بالي باللي تدي الشعب معاك، على بالي تروح للدار تقتل وليدك وباباك يماك يتو بالمعرض، وتزيد دير تاثير على المستشفى ديتو، على بالي. ولكن انت ما تفهمش، عطيت لك مليون ومازال بالقزون ومازال، دونك خليه. دونك شفتو كاع الناس خرجت، ما كاش الكمامه، ما كاش لا ديستانسياسيون، دونك ما كيف تفهم واحد هكذا؟ المهم انصار الشرطه والعسكر هيتو لبسوا الكمامه باش يشوفوا باللي وما تحمي نتايا امن الدوله حتى ما كان. انت اعطي درس والناس تشوفك اعطي الكمامات في طريقيتو اوبليجي. الناس هادو اللي يعطيو الاوامر، شفنا الديسكور تاعهم من فرنسا واش بغاو يديروا في فرنسا، يقولك حنا ديزالجيريان ما راناش لي جيلي جون. علاه لي جيلي جون زعما ما جابوش، شبعوهم القزول وما جابوش لي دروات تاعهم، زعما لي زالجيريان هادو جاو من المريخ شفتو. والناس اللي كانت حطوهم كاع يهضروا، على بالكم شكون؟ على بالكم شكون اللي زعما دائما هما اللي خرجوا في المسيرات، ولا الناس اللي ما عندهمش اي نيفو؟ ما مسي عنده نيفو زعما يقول كان ماستر في الاقتصاد التركي يهضر مثلا، ما يعطي اوكي، ما يعطي والو، ما كاش حلول، ما كاش. شفناهم سي ديجا يقول كان ما نعطيش حلول اليوم، هذاك نازم هذاك دائما عندهم واحد الاوامر يطاكيو الانستيتيوشن، سواء لا بريزيدون سواء لارمي، ما عندهمش اي حاجه يقدموها. دونك حنايا الانسان عنده هذه، كي يشوف مثلا حاجه ماشي مليحه ولا الاكاذيب ولا الاشاعات يشوفها بزاف. على هذا يروحوا لهذاك، يروح مثلا يشوف لا فيديو تاع 20 دقيقه ولا تاع 10 دقائق اللي تضرب في الدوله، يشوفها ما يقدرش يشوف لك الدوزو واحد يقدم لك مثلا حلول دي دكتور ديتا ولا هذاك جيل جديد يدير 4 هما يهضروا. شكون يشوف هذيك 4 يهضروا على الحلول دي استراتيجيتو؟ سي دي زيكونوميست زعما في لا بوليتيك تو عندهم كلش، حتى واحد ما يشوف هذاك الكولوك هذا. يروحوا وين؟ يضربوا في الدوله تاعهم، يضربوا لان سهله وخلاص. كيما نقولوا ويك يعني فاشله، بدات ترضخ للشعب. انت نورمالمون عندك الاولويه وعندك السلطه، لان تشوف شحال تحمي، ما تشوفش اللي راحوا للشارع. لازم الناس يفهموا اوكي، ممسي بوليسي يمشي في الافلام مارشي تو، بس هو اللي عنده القانون، هو اللي عنده الحق يدير اي حاجه باش الانسان هذا كيتعلم.
ما يكسر ما والوك، وشفناهم في مناقب بزاف ما كسروش، بصح الهجوم هذا كيتو يخلق فوضى، يخلق فوضى. الناس اللي على بالها اليوم انا قلت لكم نفس الوجوه، صافي 15 يوم عطاو بيان، هذيك لاشين تاع الزيتوت الاخرى اللي عنده بزاف، عطاو بيان قالوا لهم ايلك واش ديروا، تبعوا بهذه بنقطه بنقطه بنقطه، تبعوها لي سلوغون لي درابو، كيفاه يروحوا كيفاه كيشوفوا الجورناليست يصدموا كاع عنده، ملفين كاع طابو كاع حماو سميتو هذاك بوشاشي هذاك لالماسيتو، باش يحطوا العين عليهم لي بروجيكتور، غير هذو اللي لازم نشوفوا في الحراك. اي واحد دينور جديد يرميوه، اوكي، لان العقل الانسان هو يتبع واش كاين، سنتين نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. إيه؟ والدوله اليوم برهنت شويه الفشل تاعها، راهي تخاف ندير هذه لا لا ندير هذه ما دي. اوكي، طلقت المساجين، طلقت المساجين، تبين باللي كان الناس مازال ما راحوش ميم با يشارعوا، والناس في لي جورنو يخرجوا العفو الرئاسي عفو رئاسي، لا لا اي لايك لا ليست، ما كانش عفو رئاسي، مامسي استنفذ استنفذ القانون تو كلش، دار كلش كاع، خرج باللي يدير السجن، طلقوا بدون عفو رئاسي يا خويا، تقدر تطلقوا واللي يقعد مثلا 4 سنين انت دير له سنتين، بصح توجور على باله باللي الكاسي جوديسيا تاعو او عنده 4 سنين فيه، انت كي تمنحي له كاع واش دار بعفو رئاسي، عفو رئاسي تمحي له كلش الكاسي جوديسيا تاعو اللي بيض، مامسي مامسي، لان واش نديرو اليوم، واش نديرو اليوم اللي دخلوا مثلا يقول لك انا دخلت غلطيتو، بصح حتى تخرج ودير مثلا تهدر تهدر لي جورناليست كوم كوا مازال خرجتو مازال قاوم، مازال دائما نفس القصه، نقاز مريض كي كان في السجن بصح لا كي خرج او يضربها المستعان من الوهران، هذه ما راهش مريض، لازم يفهمونا اسكو مريض ولا ماشي مريض، اسكو ما يقدرش يقعد في السجن عنده مشكله، بصح كي خرج ولا كي الالكترون هذاك اللي دونك. المهم واش رانا نشوفوا مثلا الدوله الجزائريه اليوم عندها بزاف لي زاتاك، باف 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 اي حاجه لي زاتاك، ومن بعد هي لا ديفونس، اسكو نقاوم هذا اسكو نقاوم هذا اسكو نقاوم هذا، ومن بعد انت كي تقاوم بزاف الحوايج دي فوا دير بزاف لي زيرو، تطرش بارك ما تقعدش هكدا تشوف واش كاين، لان هادو العملاء هادو يستعملوا اي شيء، واحد بالافري سنتين مقبل خرج اليوم قال لك بالافراوه في السجن، هو عنده لي فوتو قبل باللي عنده لا سيكاتريس هادي، دونك بصح الدولة واش خصها لازم يكون عندها دي ساتيليت خارج الدولة، ماشي فقط الجيش مثلا، وهو الجيش يدير المقال، اوكي المقال هذاك اللي دار الجيش قبل 22 فبراير كان كيما نقولوا راه يهدر على مجهول، دونك اي واحد يقراه من الخوانة هذوك ولا اي واحد يقراه من العملاء هذو يقول بلي هذا الارتيكل يهدر عليا، لان ما راكش تبين العدو شكون، هذه سي لو جورناليزم تاع الدوله، الجيش ما يوضعش نفسه في مكان وين يقول الاسماء، الرئيس مثلا ما يقدرش مثلا لا لا فوت اللي دار مثلا كيهضر على دراني، الرئيس ما يهضرش على الاسماء، جامي كي تكون انت رئيس ما تهدرش على الاسماء، كي تكون مؤسسه تاع الجيش ما تهدرش كلش بالاسماء، ما مسي على بالك باللي الصهيون المخزن المغرب هذا
على بالنا لا ليست كاع تاع الخوانه، على بالنا هذا لو ترافاي، هذا سي لو ترافاي دي ساتيليت، منظمات طلابيه، دي اسوسياسيون، احزاب سياسيه، قنوات خاصه، دي باج فيسبوك اخرى، مثلا هذوك الجرانين هذوك تاع هذو بتاع الويب سايت ديجيتو، هذوك دي جورنو ديجيتو. دونك واش نديرو؟ ما لازمش مؤسسة، لأن المؤسسة هي مؤسسة دائمة، والمؤسسة الدائمة ما لازمش تدير غلطات ومن بعد تولي باش تكوريجيهم. لازم ندخلو في التفكير الأجنبي. اليوم رانا نهضرو على كيفاه مثلا الإمارات إتو ولا قطر، ممسي عندها قناة جزيرة، هي في ظنها هي ستون اونتيتي بريفي، عندها دي ويب سايت راهي تفينونسي لي تيرورست إتو، بصح هي نوت الحكومة تاعها نوت. إسرائيل اللي راهي دير المشهد في العالم ما راهيش ديرها باسم الدولة الإسرائيلية، هكذا راهي ديرها باسم لي ساتيليت هذو تاوها، مثلا هذاك ايدي كوهين ولا سميتو هذاك اللي عنده لاباج فيسبوك، دار مشاكل مع دي سيتوايان بلد عربي فنسيتو. دونك خرج نتنياهو قال له إلا سيوم لا ريسبونسابيلتي، هو اللي قال هكذا ماشي انايا هكذا. دونك لازم الدولة الجزائرية تتعلم كيف تكون دائما أنونيم ناتر، على بالي باللي توجعك مثلا كي تشوف المخزن أو يبومبي الحالة إيتو يغونفلي، بس حتى تكون ذكي. لي جورناليست تاع الدولة، لي جورناليست تاع مجلات الجيش يديروا هكذاك مقالات مجهولة، شكون مثلا طافيتوف، لان المقال الاول درسوه كاع، المقال الاول درسوه كاع، قال لك شكون هذا، شكون ام يهضروا على هذا، ام يهضروا على هذا، يرفدوا واحد قطري يقول لك بالك يهضر علينا، يرفدوا واحد مثلا من المغرب يقول لك بالك على بالهم علينا، يرفدوا واحد، اي واحد يرفد المقال هذاك يقول والله العواقع لا فقلنا، لان لانونيما في هذاك المقال ما تقول اي حاجه اللي تشدك بواحد معين، فو جينيراليزي، بصح عندك كي يقراه واحد يفهم باللي هو تقصد واحد هكذا. المقال هذاك شباب في صميم عنده كلك شوز هكا اراجوتي، بصح في صميم. المقال هذا ثاني اوكي، المقال هذا ثاني الى اتاكي ديريكتومون دي جون، انا مدبيه سي فري كاينه منها وكاين هذه وهذه وهذه، ولكن هذا الشغل تاع لي زونتان الاخرين، لا ديسيزيون تخرج من مستشارين الرئيس، مستشار الرئيس، لان كي تكون مثلا رئيس مثلا يخرج، كي تكون حاجة تؤيد وتعاون البلاد يخرج كونفيدون، بصح كي تكون حاجة مثلا تضر البلاد وهو لازم يكون كونفيدون، بصح على باله بلي ما دارهاش، مثلا يخرج باش يستنكر، ممسي على بالك بلي اللي دارها ويخدم معاك، يكون زوج على بالك بلي اللي دار هذاك الارتيكل هذاك هضر ضد الصهيون ضد المخزن ضد هذا ضد، يعطي الاسماء تاع المصدر تاع الزيتون تاع هذه تاع يعطي هذا كاع، بصح ماشي انت اللي تخرج هذه الاسماء، انت كي تخرج كرئيس دائما راسك واقف وعلى بالك بلي ماشي انت اللي قلت هكذا. دونك دائما انت من فيزافي يعيط يعني لك واحد من امريكا ولا من المانيا تو تقول له انا ما قلتش هكذا، هذه تحمي روحك، تحمي المؤسسة تاع الرئاسة وتحمي المؤسسة تاع الجيش. فيما يخص الأكاذيب والإشاعات
لازم دير كيما يديرو هما، لان حنايا واش رانا عايشين اليوم في الجزائر، كاين امثله كثيره عن بالهم باللي الوطنيين هذا، لان اليوم الوطنيه ولات ما كاش وطنيه باطل. اوكي، الخيانه باينه باللي الناس راهي تبيع لصالح باش تخون هذاك سميتو هذاك الوطني، هذاك يكون وقت وين ما يقدرش، خلاص ما يقدرش، لان لازم يكون عندك تحفيز باش تنوض انت باش تهضر على هذه الاشياء، لان ما عندكش فايده دائمه، تروح تخرج دير لاماش، تروح تفوطي، تروح لهادي، تروح تهادي، يولي خلاص سميتو الكونسيبت هذاك يعيي. ماشي كيما هذاك الانسان اللي لازم ينوض يدير 5 6 تاع لي فيديو في اليوم، لان على باله باللي كي يرقد يقول لك انا يا ضربت بصح لاكاس تاعي راهي معمره. عينك واش يخمو هما، كي يرقد ولا عنده دي دوسي ولا شدوا عليه حاجته لازم يبرهن على هذيك الاشياء. بصح الوطني اللي قلت انا بغيت لهنا في بلادي ندير هكذا مسكين، كي يكون عنده الوقت يديرها ومن بعد تولي ما عندوش الحماسيه هذاك دائما يديرها، لان التخوين ثاني يقول لك انت خاين راك تخدم مع الجيش، راك تخدم مع هكذا، الناس تخاف تولي تقول لك علاه انا نحط وجهي هنايا، لان هناك اناس على بالهم واش راهم يديروا. تخوين هذا والتبهدلة هذه يحطك في الفيسبوك، بعد يشوفوك الناس اللي يعرفوك ومن بعد يماك تقول لي كيف هكذا حطوك ثم، على تدخل راسك هذا في الخدمة شغل تكبر المشكلة، لأن عندك حياة، عندك ولادك، عندك الخدمة تاعك، عندك لافامي تاعك، عندك خواتك، ماشي كيما هما وجههم ما مطلش باعوا الحالة، ما يقدرش اي واحد يقول له خلاص، يقول كان انا بعت بلادي بعت بكلش، ما عندوش من با خدمه باش يتبهدل فيها. بصح اون كونتر بارتي يقول للناس، يقول انا بعت بلادي بعت خويا بعت بابا بعت هذه، لازم انا نخلص عليها تربية، راني نبهدل وجهي دائما هنا، ممكن يجوا يقتلوني يكبر الحاله. بصح الوطني هذاك عنده بزاف حوايج اللي تبعدوا من الوطنيه تاعو، بعده دونك الدولة عم بالها باللي غادي تجيب بزاف الوطنيين باطل، بالديسكور هذاك تاع الخشب. اوكي، لغة الخشب هذيك ما خلاص ما بقاتش تمشي، اوبليجي اليوم لازم التحفيز. اذا سيرفو يكون عندك، اذا يكون عندك 200 300 واحد يخدموا دي ويب سايت، يقعدوا يخدموا يوكلوا ولادهم على هذه الاشياء، هذه نخدمها، نحل اناس يعرفوا الانفورماتيك كيف يديروا الويب سايت 24/24، يديروا لي لا بروباغوند، يديروا لي بوبليسيتي، يديروا اي حاجه يلقاوها على العدو تاعي يخرجوها للعالم، اي بهدل الحاله كما راهم يبهدلوا الحاله، لان هناك اليوم الميزان تاعك او طاح عليهم. أم ينفستيو دراهم كبار، لازم هذوك الدراهم هذو لازم يجيبوا فايدة على المدى القريب ولا على المدى البعيد، إلى ما تجيب هادو، لأن اليوم راهي سنية الإمارات مع تركيا باش تولي أحباب، اليوم الإمارات مع قطر أحباب، اليوم هذوك الناس اللي ضربوا في الإمارات تو وراهم في نوسيم لا تركي، خلوهم يقول لهم ما يقعد عندك مدة وانت تصدم تصدم تصدم، دوك اليوم لازم يحوسوا من يجيبوا دراهم هذا، دوك عطيتهم لا شونس يروحوا للعدو تاعك، والعدو تاعك لازم يدير المحال باش يهبطك. نوصل موراه مع الاسرائيل، عندنا مشاكل تاع لا فرونتير، عندنا مشاكل تاع الاقتصاد، الناس اللي ما تعرفش تحسب باللي كما نقولوا البي بي اللي كانت
بعيشة الجيري، مام في وقت الحرب كنا احسن من المغرب، اليوم رانا نطلعوا 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 ومازال رانا احسن من المغرب. بلونجري يقولوا له الجي دي بي ولا الجي ان بي، اوكي. دونك دائما رانا احسن معاهم. المشكله اللي صارت عندنا ستاغني، هذاك اللي 144 مليار ولا لمده 20 سنه ولا 10 سنين ما تبدلش. هي وشنو؟ هي المنتوج الداخلي. المنتوج الداخلي شحال لي زونتربريز كريت، شحال لي زونتربريز غلقوا، واش راك تكري مثلا في البلاد تاعك ايتو. حنا قعد سي لو مام 10 سنين، تقول انت يا سي بيان قعد طري طري بيان، بصح واش تخمم انت تقول كيفاه 10 سنين؟ خليني ندير انا واحد اخر على هذا.